بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم طلاب الأعزاء، طلاب الفرقة الثانية شعبة علوم الحاسب. محاضرة اليوم إن شاء الله هنتكلم فيها عن المايكرو بروسيسور أو المعالجات الصغرية. محاضرة اليوم في مقرر تنظيم الحاسبات ولغة التجميع. تكلمنا مع بعض في المحاضرات السابقة عن مكونات المايكرو بروسيسور x86، واتكلمنا عن طريقة كتابة التعليمات أو طريقة الكود في الأسمبلي لانجويج. النهاردة هنتكلم مع بعض عن المعالجات المايكرو بروسيسور، وهنتعرف على مكونات المحاضرة بتاعت اليوم، عناصر المحاضرة. أول عنصر معانا بنتكلم فيه عن المايكرو بروسيسور، نتكلم عن معالجات السي اي اس سي، هنتكلم عن اجيال معالجات شركه انتل، هنتكلم بعد كده عن الاستورج يونت، واخر حاجه معانا المين ميموري. لما نيجي نتكلم عن المعالجات المايكرو بروسيسور، او بيطلق عليها باللغه العربيه المعالج الصغري، دي هي تعتبر زي ما احنا يا شباب يعني هو عارفين الحاسبات الرئيسيه لما ظهرت كانت هي اللي طاغيه في الاسواق وهي اللي موجوده. ما كانش في فكره الحاسبات الشخصيه او البيرسونال كمبيوتر موجوده او ظاهره ان الافراد يقدروا يتعاملوا معاها، او المؤسسات والشركات الصغيره يبقى موجود فيها اجهزه خاصه بيها. لما بدأ يظهر معانا المايكرو بروسيسور فكان هو بداية الحواسيب الشخصية، فبيعتبر هنا بداية إنشاء المعالجات الصغرية، أو كانت هي النواة المركزية للحواسيب عموما والحواسيب الشخصية بصفة خاصة. طبعا نتيجة تقدم التكنولوجيا وعمليات التصنيع، وبدأ إن يظهر معانا إن أنا أقدر أعمل المعالج بتاعي في حيز صغير جدا بإمكانيات عالية، فبدأ يظهر معايا المعالج المايكرو بروسيسور بنفس إمكانيات المعالجات الضخمة اللي موجودة في أجهزة المين فريم الكبيرة أو السيرفرات الحالية اللي موجودة عندنا. طبعا المايكرو بروسيسور ده ليه نفس الصلاحيات البروسيسور العادي، بيتحكم في جميع مكونات النظام من حيث عمليات الإدخال، عمليات المعالجة. فكل جميع مكونات النظام الحاسوبي هو عند المايكرو بروسيسور بيتحكم فيها، ويوفر له إمكان تحقيق الوظائف الحسابية والمنطقية المختلفة. المعالج بتاعنا بيحصل المعالج على المعطيات بالرجوع إلى الذاكرات المتصلة به، ووحدات الدخل والخارج. طبعا احنا قلنا هنا في اي وحدات ذاكرة متصلة بالمعالج هي دي الوسيلة الوحيدة اللي بيحفظ فيها الداتا في الريجسترات اللي موجودة، والانبوت يونت والاوتبوت يونت بتاعتي من خلال السيجنال بتاعتي الزيرو او الوان بيحصل على الداتا اللي موجودة فيها. يستجيب لإشارات التحكم الواردة من العناصر المحيطة بالمعالج. طبعا احنا كنا وضحنا لكم قبل كده، احنا اتكلمنا قبل كده عن المايكرو بروسيسور، بس احنا بنحاول نأكد عليه بالتفصيل النهارده. فالمحيطات اللي هي اي شيء يمكن توصيله بالمعالج، يعني سواء بيتوصل زي ما قلنا ممكن نوصل على البوردة نفسها، في على البوردة عندي سوكيتس موجودة ممكن نوصل كروت شاشة، كروت صوت، كل دي هنا ممكن بنتوصل، او من خلال منافذ. انا عندي في منافذ بتبقى موجودة خارجية على الكيسة من بره، ممكن هنا دي كلها يطلق عليها محيطات، يا يعني اما عندي المحيطات بيبقى عندي منافذ موجودة على البوردة نفسها، او من خلال منافذ خارجية زي الوصلة اللي ممكن معمولة لي للفيجا الخارجية، او الانبوت يونت او الاوتبوت يونت، دي كلها تعتبر منافذ يمكن توصيل عليها وحدات للدخل والخارج. او بيبقى عندي منافذ سوكت جاهزة ان انا اضيف عليها كروت تبقى على البوردة نفسها. هنا عندي ده طبعا رسمة مبسطة، احنا اتكلمنا بالتفصيل قبل كده عن المعالجات
المعالج طبعا في تركيبه احنا مش هنتكلم فيه بالتفصيل التركيب الداخلي، لان التركيب الداخلي احنا اتكلمنا عنه بالتفصيل وعرفنا الريجسترات بتاعتنا بتتكون من ايه، وحدات الدخل ووحدات المعالجة المركزية، واتكلمنا عن الكلام ده كله. بس هو احنا هنا بيهمنا في المعالج ان عندنا فيه الادرس باص بتاعتنا موجود، مسارات العناوين والداتا باص والكنترول باص بتاعتنا دي كلها هنا ايه موجودة. لكن عندي هنا الانترفيس بتاعتي اللي بتستقبل او بتعمل مسؤول عن جلب البيانات، والاكسكيوشن يونت زي ما احنا قلنا اللي هي عمليات التنفيذ، وبيبقى فيها عندي وحدة الحساب والمنطق. وزي ما درسنا مع بعض واتكلمت معاكم في المعالج 8086، هي نفس الفكرة برضو. انا عندي المايكرو بروسيسور بيبقى عندي هنا بنفس التكوين، بس على الامكانيات او قدرات المعالج بتبقى اقل. نفس مسارات العناوين عندي، الادرس باص الداتا باص بتاعتي والكنترول باص موجودين معايا. يتوفر حاليا في الاسواق عدد كبير من المعالجات المايكرو بروسيسور التي تنتجها شركات عالمية متعددة. طبعا أنا عندي هنا في المايكرو بروسيسور في أشهر شركة موجودة اللي هي شركة إنتل. بنلاقي مهما تنوعت الأجهزة عندي، يعني بنلاقي العديد من شركات الكمبيوتر الكبيرة موجودة عندي بتصنع أجهزة كمبيوتر زي شركات ديل، اتش بي، اي بي ام، سوني، كل في شركات مسميات كثيرة. بنجد ان الشركات دي شركات كبيرة وقوية ولها قدرة على انتاج اجهزة كمبيوتر متقدمة جدا. بس بالرغم من تنوع هذه الشركات بنجد حاجة مشتركة بينها كلها. لما تيجي تبص على اي كمبيوتر او لابتوب بنجد ان اي كمبيوتر موجود عليه يقول لك انتل انسايت. فمن أشهر الشركات اللي موجودة عندنا وليها طبعا أسبقية في تطوير المعالجات المايكرو بروسيسور شركة انتل، وفي طبعا شركات اي ام دي وشركات ابل، في شركات كتيرة بس أشهرهم يعني اللي موجود شركة انتل وليها السبق بالرغم من تعدد الشركات المنتجة للكمبيوتر. بس تقنية إنتاج المعالجات تقنية فيها إمكانيات عالية، وبتحتاج لأن أنا بقدر زي ما احنا بنقول كده ايه في حيز صغير جدا وحيز بسيط جدا بقدر أضيف إمكانيات عالية للمعالج. يعني في حيز يعني لا يتجاوز مثلا لو قلنا 2 سنتي في 2 سنتي بنقدر نحط وحدات مسؤولة، وحدة زي ما نقول وحدة مسؤولة عن العمليات الحسابية، بيبقى فيه ذاكرات موجودة ريجسترز داخلية موجودة بداخل المعالج، في وحدة مسؤولة عن التحكم في جميع مكونات الحاسب الآلي. في حيز دقيق جدا التكنولوجيا بتاعت التصنيع نفسها اللي بنقدر من خلالها نصنع المعالج دي تكنولوجيا معقدة. فحتى مهما بلغت شركات الكمبيوتر من التقدم ومن التقنيات اللي موجودة عندها في صعوبة ان هي تقدر، لان شركات انتل وشركات اي ام دي وشركات ابل عندها التكنولوجيا وبتقدر تتقدم فيها والامكانيات والمعدات اللي بتقدر تصنع الاليات دي في حيز صغير جدا، يعني في حيز صغير جدا بيقدر يعمل امكانيات عالية جدا. فهم حاليا الشركات اللي زي ما احنا بنقول شركات محدودة اللي بتقدر تعمل المعالجات، وبعد كده الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر بتعتمد عليها في تكملة الجزء الناقص من اللي هو المعالج ده، وأشهرهم شركة انتل. احنا طبعا هناخد اللي احنا في الدراسة بتاعتنا هنقتصر على المعالجات سي اي اس سي، ودي اختصار لكمبليكس انستراكشن سيت كمبيوتر، ودي هي الاكثر انتشارا واللي بيتبعها المعالج بتاعنا 8086 من حيث التكوين والسجلات الريجسترات اللي موجودة فيه وآلية العمل. هنجد ان الفكر بتاعها كله شغال بطريقة واحدة. زي ما قلنا المعالجات ال سي اي اس سي هي اختصار لكومبلكس انستراكشن سيت كمبيوتر. المعالجات دي في بدايتها اول ما نشأت كانت بتقدر لها قدرة ان هي تقدر تتعامل مع من 100 لحوالي 400 تعليمة.
في الثانية الواحدة يقدر، يعني أنا عندي 100 أمر أو 400 أمر أو 300 أمر بديهم للمعالج بتاعي عشان يقدر يعالجهم ويعملهم في نفس الوقت. طبعا دي عشان عمليات يقدر أي إنسان عادي يقدر يعملها، طبعا كان في الوقت ده يعتبر عملية صعبة. ففي البدايات بتاعتنا بتاعت عمل المعالجات الكومبلكس انستراكشن سيت كمبيوتر ديت كان لها القدرة إن هي تقدر تحتوي على 100 ل 400 تعليمه في الريجسترات بتاعتها تحتفظ بيها وتطلع النتائج، ووحدات الحساب والمنطق تقدر تتعامل معاها. وبدأ طبعا دلوقتي بدأت المعالجات بتاعتنا يبقى لها قدرة على التعامل مع ملايين العمليات وملايين التعليمات، وبدأنا نقيس سرعات الكمبيوتر بعدد العمليات اللي يقدر يتعامل معاها في الثانية الواحدة. طبعا السجلات المعالجات دي بتحتوي على عدد محدود من السجلات المساعدة بداخل المعالج نفسه، الريجسترات اللي موجودة بداخل المعالج تتضمن عدد محدود من السجلات المساعدة. زي ما احنا شفنا السجلات بتاعتنا، يمكن احنا دلوقتي عندنا تصور اكبر لما انا اقول لك الريجسترات المساعدة ديت، لما درسنا مع بعض بالتفصيل التركيب الداخلي للمعالج AT86. شفنا الريجسترات اللي موجودة وانا شبهتها لكم زي ما تكون بحجرات الفندق او عناوين، وكل حجرة لها عنوان مفصل. فانا عندي في المعالجات السي اي اس سي في عدد محدود من السجلات المساعده، ما عنديش مساحات كبيره ان انا اقدر اسكن داتا كتير عندي، فبيبقى في عندي هنا قوائم انتظار بتبقى موجوده عندي ايه في الرامات الخارجيه لحين الانتهاء من العمليات او الداتا اللي موجوده عندي في السجلات المساعده بداخل المعالج. في عندنا شركة انتل، هنتكلم عن الأجيال بتاعة المعالجات لما بدأت شركة انتل تنتج المايكرو بروسيسور البدايات بتاعتنا معانا. في ظهر الجيل الأول للمعالجات، ده التصنيف المبدئي للمعالجات المايكرو بروسيسور. زي لما اتكلمنا كده يا شباب فاكرين كده كنا بنتكلم عن أجيال الحاسبات، احنا خدنا في جيل الأجيال الحاسبات الإلكترونية، وخدنا الجيل الاول والجيل الثاني، جيل الصمامات وجيل الترانزستور الفيكم تيوب الترانزستوم والدوائر المتكامله، فاكرين الكلام ده كله. وكنا بس بيقولنا دي مش بدايه الاجيال الحاسبات اللي كانت موجوده عندنا، احنا قلنا كان في اجيال قبل كده موجوده منها، وخدنا فاكرين الحاسبات الميكانيكيه والعالم باسكال والحاسبات الكلام ده كله هنا اتكلمنا عنه. احنا هنا بنتكلم في الأجيال بتاعة المعالجات، في جيل من أول الحاسبات الإلكترونية دي أجيال المعالجات الخاصة بالمايكرو بروسيسور، وفي بعد كده هنشوف برضه عشان حتة الجيل الأول ديت هتلخبطنا، أنا عارف إن في ناس ممكن تتلخبط منها. في هعرض لكم أنا بعد كده برضه من بعد ظهور المعالجات اللي هي نقول لك المعالج ثنائي النواة ورباعي النواة، بدأ يظهر يقول لك الجيل الأول تاني مرة أخرى، والجيل التاني والجيل التالت والجيل الرابع وهكذا. بس دي في المعالجات متعددة النواة، احنا هناخد دلوقتي أجيال المعالجات المسماة بالـ XET6، XET6، ودي هناخد الأجيال بتاعتها. لما نيجي بقى نشوف هنا أجيال المعالجات اللي هي بقى إيه اللي بيبقى فيها إن النواة بقى، أنا عندي أحادي النواة، ثنائي النواة وهكذا، عشان ما يحصلش خلطة عند بعض الشباب، وهوضح لكم الكلام ده بعد كده. لكن احنا هنتكلم عن اجيال من عائلة المعالجات المسماة XET6. الجيل الاول بتاع المعالجات ديت كان بيحتوي على اللي هنا 8086 و8086 زي ما احنا شفنا، و80 كل 8088 كل المعالجات ديت كان الجيل الاول، واحنا درسنا منها واتكلمنا عن المعالج 8086 او AT86 وشرحنا تركيبه بالتفصيل. وبعد كده تم تطوير هذه المعالجات من حيث بقى ايه، كل ما بيزيد معايا التطوير بيزيد معايا ايه عدد مسارات الساعة بتاعت بقى الساعة بتاعت مسارات العناوين مسارات المعطيات. يعني احنا قلنا AT86 كان بيبقى العرض بتاعه كام؟ 16 المسارات اللي موجودة معانا. لما نيجي بقى بيزيد معانا الريجسترات الداخلية اللي موجودة بتزيد. الجيل التاني اللي ظهر معانا بعد كده 80286
بعد كده هيبقى الجيل الثالث، هنلاحظ هنا ان كل هيبقى الجيل هنا ده هنا 80 186، الجيل الاول وبعدين 80 286، الجيل الثالث هيبقى ايه 80 386، بعد كده الجيل الرابع 80 486، وبعد كده ظهر معانا بقى في النهاية ايه في الجيل الخامس المعالجات البنتيوم. البنتيوم كانت موجودة معانا لغاية نهاية القرن الماضي، لغاية سنة 1900 عند 95 و99، كانت موجود هنا ايه المعالجات بتاعتنا. البنتيوم كانت لسه موجودة، يقول لك بنتيوم 2 بنتيوم 3 بنتيوم 4، كانت كل دي معالجات يطلق عليها الاكس 86، لغاية لما ظهر معانا بقى ايه يا شباب حاجة تانية بقى أجيال، وهيبقى فيها أجيال بقى، الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث. لكن إحنا هنا بنتكلم، كنا بنتكلم دي أجيال هنا المعالجات المسماة بالإكس إي تي 6. بتعمل شركة إنتل حاليا على تطوير أجيال متعددة النواة في الوقت الحالي اللي احنا موجود فيه. الاجيال اللي احنا قلنا عليها ديت اللي كانت نهايتها البنتيوم ما عادتش موجودة دلوقتي خلاص. في دلوقتي نقول لك المعالج موجود، يقول لك هنا ايه ثنائي النواة رباع النواة، ده الوقت اللي احنا ايه شغالين فيه. والانوية دي ببساطة يعني ايه لما نيجي نقول للنواة او اتنين او تلاتة عشان يبقوا فاهمين ايه الفكرة بتاعتها، الانوية دي ببساطة ايه تعتبر زي ما يكون عندي معالج اضافي موجود معايا. واحنا هنا ما بنتكلمش هنا عن معالج اللي اصبحت سرعته الضعف، يعني السرعه بتاعتي ما زادت. لما بقول معالج ثنائي النواه يعني مش ان انا زودت السرعه بتاعت الضعف او زودت، لكن هنا بنقول ان المعالج اصبح لديه القدره على العمل بسرعه كامله لتنفيذ مهمه. لا بمعنى ايه يعني ان ممكن انا مكلفه بمهمه معينه بيفضل ينفذها، لكن بقيه المهام التانية اللي انا مدخلها الانويه الاخرى اللي موجوده بداخل المعالج بتادي نفس المهمه. يعني اقربها لكم، مثلا انا قاعد في المكتب بتاعي ومطلوب مني تنفيذ مهام معينه، فالمهام ديت انا لما هتجيلي مهام اخرى بالاضافه للمهام الرئيسيه اللي انا مكلف بيها هتاخد مني وقت اطول، لكن انا قدرتي القدره بتاعتي واحده كفرد انا موجود عندي. لكن لما اجيب اتنين او تلاته معايا بيساعدوني في العمل انا هنا ايه بختصر في الوقت، لكن القدره بتاعتي او السرعه بتاعتي هي هي ايمن زي ما هو هو ايمن، بس انا هنا بقى قدرتي على استيعاب مهام اكتر القسم اللي انا موجود فيه بقى موجود، بدل ما هو موجود فرد واحد بقى موجود اتنين تلاتة اربعة، يعني انا موجود في قسم شؤون الطلاب القسم ده موجود فيه فرد واحد، الفرد ده ليه قدرة على التعامل مع عدد كبير من الطلبة، يعني انا عندي داخلي طلبة داخلين عندي فهاخد وقت كبير عشان اتعامل معاهم، فبزود بحط موظف اتنين تلاتة اربعة. فهنا عندي هنا ايه بقى عندي احادي النواة ثنائي النواة رباعي النواة زي ما احنا هنشوف مع البعض. فزي ما بنقول هنا كده ايه هو معالج اضافي، لكن احنا ما بنتكلمش هنا المعالج اصبح سرعته الضعف، يعني هو مش واحد بقى المعالج ان هنا نقول ان السرعه بتاعته الضعف، ولكن المعالج اصبح لديه قدره على العمل بسرعه كامله لتنفيذ مهمه سرعته كامله بقى، بياخد في وقته كامل لتنفيذ مهمه ما، بينما يظل قادر على تنفيذ عدد من المهمات الاخرى بنفس السرعه والكفاءه من خلال ان هو بيستخدم الانويه الاخرى المتاحه ليه. طبعا الانويه دلوقتي وصلت اجيال المعالجات دلوقتي، احنا كنا قلنا احنا انتهينا في المعالجات السابقه لغايه البنتيوم. احنا في حاليا في الاجيال اللي موجوده دلوقتي اللي هي بنتكلم فيها عن متعدده النواه، على حد علمي وصلنا لغايه الجيل الثامن. يعني فعندنا احنا بدانا من الكورت ديو اللي هو كان ثنائي النواه، وبعد كده بيبقى في كل واحد من دول في عندنا الثلاث اصناف الرئيسيه اللي هم الكور اي 3 والكور اي 5 والكور اي 7، وهكلمكم انا عنهم دلوقتي بحيث ايه تبقوا انتوا برضو ايه عارفين الانويه اللي موجوده حاليا في اجهزه المايكرو بروسيسور او في اجهزه اللابتوب اللي موجوده عندنا. طبعا بيختلف كل جيل عن الاخر من حيث طول السجلات او عرض مسارات المعطيات وعرض مسارات العناوين اللي موجودة عندنا.
عندنا زي ما قلت لكم هنكلمكم مع بعض. عندنا مثلا انت عشان تعرف اي بروسيسور موجود عندك بتشوف كده انتل كور، وبتلاقي هنا بيقول لك هنا اي 7، وبيديك هنا كده رقم بعد الاي 7 اللي موجود. في مشكلة كتير من الناس ممكن بتعتقد لما احنا زي ما قلنا لكم الحاجات اللي موجودة اساسية عندنا، كور اي 3 كور اي 5 وكور اي 7، دول اللي موجودين عندنا. في ناس تعتقد ان انا طالما جبت كور اي 7 ده اقول لك ده احدث حاجة او اعلى حاجة، لكن انا زي ما قلت لكم يا شباب انا عندي لغاية يمكن وصلنا لغاية دلوقتي للجيل الثامن موجود عندنا في الاجيال اللي بتعتمد على الانوية. فلما نيجي نقول مثلا واحد اي 7 ده ممكن يبقى في الجيل الثاني، ممكن يبقى معايا معالج كور اي 5 بس في الجيل السابع يبقى اقوى من كور اي 7، او كور اي 3 في الجيل الثامن ويبقى اقوى من كور اي 7. يعني هي في ناس بتاخد الموضوع ده يقول لك انتل كور اي 7 يقول لك ده كده اعلى حاجه، انا يعتقد ان هو كده جاب اعلى حاجه، وما ياخدش باله من الجيل المعالج نفسه، هل هو يتبع الجيل الثاني ولا الجيل الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس. في دي مشكله بيقع فيها كثير من الشباب، خصوصا لما بيجي يشتري لابتوب حديث وبيدور هنا ايه ان هو يجيب حاجه مناسبه بسعر معقول، فبيبص للجزء الاولاني من هنا. بيبقى انت عشان تعرف سعر مواصفات الموبايل مواصفات المعالج بتاعك، فبتشوف هنا الانتل كور، انت هنا بيدل على ايه الانويه اللي موجوده بتاعتك، عدد الانويه، وهنوضح المقصود بالاي 7 والاي 3 والاي 5 اللي موجوده معاه. لما بنقول اي 3 كور اي 3 ده معناه ان عندي 2 نواه اساسيه وفي 4 نواه هو بينشئهم لي، بيبقوا 4 انويه وهميه بجانب النواتين الاساسيتين هما بالفعل موجودين داخل المعالج ده في الكور اي 3. يعني موجود 2 نواه اساسيه بجانب عندي كده موجود معاك ايه يا شباب تاني 4 انويه وهميه بيسند اليها مهام تكليف بحيث انها تستقبل داتا وتعالجها والكلام ده بمساعده الانويه الاساسيه اللي موجوده معايا. ده لما بنقول عليه الكور اي 3 اللي موجود معانا. في عندي كور اي 5، الكور اي 5 ده بيحتوي على كام نواة؟ عندي 4 انوية، دي بقى في 4 انوية اساسية معايا، لكن ما بيعملش ايه انوية وهمية معايا. لكن عندي في خاصية اسمها خاصية التربو بوست، عندي عارفين التربو دي زي العربيات كده لما بيضغط على التربو كده ويزود السرعة والكفاءة بتاعته، ودي بتعمل على زيادة اداء المعالج، دي موجودة عندي. لما نيجي نضغط ونعمل في عمليات كتير على المعالج، الخاصيه بتاعت التربو بوست دي بتشتغل معانا، ودي بتعمل على زياده اداء المعالج بقى لما نيجي نزود عليه عمليات وكلام من ده، دي موجوده عندي في الكور اي 5. يبقى الكور اي 3 موجود في ايه؟ 2 نواه اساسيه و4 نواه وهميه، الكور اي 5 موجود عندي 4 انويه، لكن اللي بيميزه ايه؟ ان بيحتوي على خاصيه التربو بوست. في عندي الكور اي 7 موجود معانا اللي هو يعتبر اعلى حاجه عندنا، وده ممكن امثل وصف للمعالجات ديت ان احنا نقدر نقول ان هي ايه ان هي تعتبر معالجات كور اي 5 بس ايه محسنه يعني او مجوده، مضاف اليها خاصيه الانويه الوهميه ان هي برضو بنقدر نضيف فيها 4 انويه، بنضيف فيها انويه اضافيه بجانب الاي 5. يعني كور اي 5 قلنا احنا ما بيقدرش يضيف معايا، هو 4 الانويه الرئيسيه اللي موجوده معاه مع خاصيه التربو بوست. انا عندي الكور اي 7 بتاعي لا هو يعتبر كور اي 5، نقدر نقول عليه كور اي 5، بس لما نيجي نقول كور اي 7 ده بيبقى عندي ايه؟ هو نفس الكلام بس بيضيف لي عندي ايه انويه وهمية إضافية ما تبقى بقدر أتعامل معاها. نيجي بقى للجزئية بتاعت اللي تهمني. طب أنا بقول عندي كور أي 3 كور أي 5 كور أي 7، وقلت لنا دكتور إن في عندي أجيال، في الجيل الأول والجيل الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن في حاليا في الاسواق اللي موجودين دلوقتي. طب انا لما باجي دايما اي حد يجي يشوف المواصفات بتاعت المعالج بيركز دايما على الاي 7 والاي 5 والاي 3. طب احنا نقدر نعرف الكلام ده ازاي؟ انا في انه جيل؟ انا شغال في الجيل الثاني ولا في الجيل الثالث ولا في الجيل اللي انا بس؟ طبعا كلما زاد الرقم بتاع الجيل، لما نقول الجيل الثاني الجيل الثالث الرابع لغايه لما نوصل للثامن، الجيل الثامن احدث حاجه،
وامكانياته اعلى عشان نبقى عارفين. نعرف الكلام ده منين؟ من الرقم اللي موجود بعد الاي 7 او الاي 5 او الاي 3، شايفين هنا دي؟ اول رقم دي 2، يعني معناه هنا ان ده شغال في الجيل الثاني، اي 7 بس في الجيل الثاني. نشوف هنا كده مثلا امثله ثانيه، انا عندي هنا كور اي 7 وهنا 6700، هنا يبقى انا في الجيل السادس يا شباب. ممكن تلاقي هنا في نفس الجيل بس في ارقام، كلما زاد الرقم اللي موجود بعد الجيل اللي موجود معانا هنا بيدل ان المعالج ده كفاءته اعلى، يعني هنا بتزيد ان الكفاءه بتبقى تحت المعالج بتبقى اعلى معايا. يبقى انا عندي ممكن يبقى الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع، الجيل السادس، الجيل السابع، لما يبقى عندي هنا انتل كور اي 7 وبعد الرقم بتاع الاي 7 ده في 6 هنا، يبقى اذا ده انا في الجيل السادس. يبقى اذا المعالج ده اقوى من المعالج الكور اي 7 ده، لان ده تبع الجيل الثاني، دي نقطة مهمة. طب الاتنين دول اي 7 بس ده هنا 920 وده 700، يبقى لا المعالج ده هو اقوى من المعالج السابق اللي لينا. فدي اجيال المعالجات الحالية اللي موجودة، بخلاف الاجيال اللي احنا اتكلمنا عليها في عند بداية نشأة المعالجات المايكرو بروسيسور. هنتكلم بعد كده عن وحدات التخزين الستورج يونتس اللي بيعتمد عليها المعالج في حفظ واستقبال البيانات. عندي طبعا لما نيجي نتكلم عن الستورج يونت عندي نوعين من وحدات التخزين بصفة عامة، لما بنيجي نتكلم زي ما كنا بنتكلم عن مكونات الحاسب، في عندي الهاردوير والسوفت وير. انا عندي برضو لما نيجي نتكلم عن وحدات التخزين في نوعين رئيسيين موجودين معانا، في انا عندي الذاكرة الرئيسية بتاعتي ودي مصنوعة من مواد نصف ناقلة وهي محدودة السعة. الذاكرة الرئيسية دي اللي بيعتمد عليها المعالج، بقول رئيسية ليه؟ لأن بيعتمد عليها المعالج في أداء المهام الرئيسية بتاعته، ودي غالبا بتبقى موجودة بداخل المعالج، يعني هنا دي هي جوه، دي أساس الشغل بتاع المعالج. الذاكرة الثانوية ودي الساعات التخزينية بتاعتها بتبقى كبيرة بقى، بتاخد مساحات كبيرة جدا. هنتكلم النهاردة عن الذاكرة الرئيسية أو المين ميموري. طبعا لما بيجي نحط، طبعا الذاكرة زي ما انا قلت لكم ديت الرئيسية بتبقى موجودة بداخل المعالج. التعليمات دي طبعا تبقى مسؤولة عن استقبال التعليمات او الاوامر الانستراكشنز بتاعتي، اللي احنا زي ما اتكلمنا في المعالجات 8086 دي بتبقى ترمز، ودي التعليمات بتاعتي بترمز بكلمات ذات ثماني خانات ثنائية، يعني هنا بالساعة. ودي طبعا مناسبة لان انا عندي زي ما قلنا قسمنا من البت اللي هي بتبقى 0 او 1، وبعد كده البايت اللي هي بتبقى 8 بت موجودين معايا. فالصيغة العامة بتاعت التعليمات بالشكل اللي هي بتاخد ثمان خانات ثنائية ديت، الطول ده بنقول عليه مناسب جدا للريجستر بتاعت السجلات بتاعتي، لان السجلات بتاعتي متنظمة بايتات كده موجودة معايا، 8 بت 8 بت جنب بعض كده. فلما بيجي نقول بقى الطول ده، هذا الطول مناسب جدا لسجلات الذاكرة، الريجسترات بتاعتي هي متقسمة بالتقسيمة دي أساسا. كل تعليمة أو كل أمر لما باجي أدخله بيخش بالصيغة بتاعت إيه؟ الثمانية اللي بتبقى موجودة معانا. بتضم الذاكرة مجموعة من السجلات المتساوية الطول، فأنا عندي أي الذاكرة اللي موجودة بداخل المعالجات متقسمة سجلات متساوية الطول، طول كل منها 8 بت، أو ممكن بنلاقي 16 32 وهكذا، إيه بتبقى إيه المضاعفات بتاعت التمانية، بحيث إن هي تقدر تستقبل تمانيات تمانيات جنب بعض زي ما هما موجودين معايا. يمكن الوصول إلى أي موقع من مواقع الذاكرة باستخدام عنوان وحيد لذلك الموقع. طبعا كل ريجستر او كل سجل موجود بداخل المعالج ليه عنوان بقدر ومسمى معين، بنقدر نحط نضيف البيانات زي ما احنا خدنا بعد كده
زي ما احنا خدنا في الاسمبلي لانجويج، ان انا بقدر انقل الداتا بتاعتي من ريجستر لريجستر، ذكر الاسم بتاع الريجستر نفسه. ازاي انا انقل الداتا؟ بعمل لها عمليه موف او اد او صب او ملط او كلام من ده كله، من سجل لسجل على حسب عنوان موجود معروف ومعلوم ليا. طبعا بيتم دراسه المعالج وتكوينه الداخلي ومعرفه العناوين الخاصه بالسجل ده نفسه. وطبعا من خلال معرفة، زي ما احنا قلنا عندنا النيم، لما كنا خدنا التعليمات بتاعت الاسمبلي قلنا النيم، وعند الحقل بتاع الاوبريشن حقل الاوبرندس، وفي المعامل الاول والمعامل الثاني، وبعد كده عندي الكومنتس اللي موجودة بتاعتي. فيمكن الوصول من اي موقع من خلال الاسمبلي لانجويج موقع ذاكرة باستخدام عنوان وحيد لذلك الموقع. هو عندي عنوان لكل ريجسترز موجود بداخل المعالج. تصنف الذاكرات من حيث الكتابة والقراءة إلى نوعين رئيسيين. لما نيجي هنا طبعا النوعين الرئيسيين بتوعنا اللي هنقدر عملية إن أنا أقدر أكتب وأحفظ، يعني مقصود هنا عملية إن أنا أقدر أحفظ وبعد كده أعمل جلب للبيانات بتاعتي فيها. في عندي الذاكرات من نوع رام، ودي الاختصار بتاعها بنقول راندوم أكسس ميموري، ذاكرة الوصول العشوائي للبيانات. وفي عندي ذاكرات من النوع روم اللي بيطلق عليها هنا ايه، ريد اونلي ميموري. ودي اللي الذاكرتين احنا قلنا دي المين ميموري بتاعت او الذاكرات الرئيسيه اللي بيقدر يعتمد عليها المعالج بتاعي في التعامل مع البيانات بتاعتي. عندي هنا هنتكلم عن الرامات. الرام دي يمكن الكتابة فيها والقراءة منها، دي عندي فيه مرونة كبيرة ان انا ممكن اعمل عمليات حفظ وقراءة من خلالها. طبيعة الميديا بتاعت الرامات دايما ان احنا بنقول ايه، ان هي بتفقد محتواها بمجرد قطع التيار الكهربائي. يعني هي دي ودي اللي من خلالها بنقدر نفتح اي ابلكيشن بيعتمد عليها، ان انا اي ابلكيشن بقدر افتحه ونظام التشغيل بتاعي كل ده بيعتمد على الرامات بتاعتي. فكل ما الرامات بتاعت الجهاز بتاعتي كانت مساحتها اكبر، كل ما كان ليها قدرة على ان انا اقدر اشغل اكتر من ابلكيشن في نفس الوقت، وتقدر تستوعب انظمة نظام تشغيل محدث احدث معايا. لكن هي الميديا بتاعتها بتقول ايه؟ بتفقد محتواها بمجرد قطع التيار الكهربائي عنها. فعشان كده لما الرامات بتاعتنا ساعات بتتملي ونحس ان الرامات ويحصل عملية هانج في الجهاز الحاسب بتاعي، بنقول لك ايه؟ افصل التيار الكهربائي عشان نعمل عملية تفريغ للداتا اللي موجودة بالرامات. الرامات ديت عندنا فيها نوعين، في بنقول عليها هنا الاستاتيك، النوع الاستاتيك، وفي النوع الديناميك. نوعين من الرامات عندي، ذاكرة ساكنة اللي هي ستاتيك ويرمز لها بالرمز بتاعنا الاس رام، وفي عندي هنا ايه الذاكرة الديناميك ويرمز لها بالرمز ده. الذاكرة الديناميكية دي بتبقى في السعر بتاعها ارخص من الذاكرة الثابتة، وبتبقى في عشان التعامل مع البيانات برضو تاخد وقت في التعامل مع البيانات. الذاكرة الساكنة دي بتبقى محتواها دي موجودة دايما، الاستاتيك دي هتلاقيها اللي هي موجودة داخل المعالج نفسه، دي موجودة هنا ايه اللي بنقول الاس رام، عشان كده بنلاقي ممكن تمنها غالي حبة. يعني بتبقى هنا ايه الديناميك دي بتعتمد هنا، بتبقى اقول لك هنا موجودة بخارج المعالج، ودي بتعتمد في تركيبها على المكثفات، بتبقى هنا ان الزمن بتاع التعامل فيها مع الداتا بتبقى بقول لك زمن اطول نسبيا، لان هنا بتحتاج عمليه هنا ايه الطبيعه بتاعتها لحفظ البيانات وتداولها، بتحتاج عمليه ريفرش على طول دايما. هنا ايه كل شويه بنعمل عمليه تحديث للداتا اللي موجوده على الذاكره الدايناميك. نوضحها لكم اكتر. بيقول لك هنا تحافظ الذاكرة الساكنة على محتواها ما دامت هناك تغذية كهربائية مطبقة عليها. طول ما في كهرباء متصلة هي ايه الداتا موجودة عليها، ما فيش مشكلة، زيها زي الديناميك، هما الاتنين ما فيش مشكلة فيها في نفس الخاصية اللي موجودة. هنا الذاكرات الديناميكية
أرخص من الساكنة وذات زمن نفاذ أطول نسبيا. أنا قلت لكم ليه هنا الحتة دي ليه؟ لأن الساكنة ديت موجودة بداخل المعالج، الديناميكية ديت اللي هي الرامات اللي موجودة عندي على البوردة. الديناميكية بتعتمد أصلا زي ما احنا قلنا مع بعض على المكثفات والترانزستورات بشكل أساسي اللي هي مثبتة على المذر بورد. تفقد الذاكرة الديناميكية محتواها بعد مدة قصيرة. دايما هنا ايه الذاكرة اللي بتبقى موجودة في الرامات عندي، الداتا اللي موجودة عندي في الرامات، يعني بعد بتفضل تحتفظ بيها لمدة بسيطة. يعني انت لما تيجي مشغل برنامج الوورد وسيبته لفترة كده، يوم جاي ايه عامل عملية هانج أو أي برنامج تاني، فلازم يبقى في عندي عمليات إيه تشغيل على طول، ريفريشنج، إن البرنامج يبقى شغال معايا. ولا بد من إجراء عملية إنعاش أو ريفريشنج لمحتوياتها من خلال قراءة المحتوى وإعادة كتابته دورية، كل شوية إيه بنديني أوامر على طول موجودة معايا، وإلا هتفضل هتلاقي الذاكرة بتاعتك الرام دي اتملت على طول. فهو كل شوية ايه البرامج اللي ملهاش لازمة او انت مش شغال عليها بصورة فعالة بيفضلها مساحة، بيفضلي مساحة عندي في الرامات دي، آلية عندي بتبقى موجودة. لكن في البرنامج اللي انا فعال عليه وشغال ومعمل عليه، هو بيديني المساحة كلها ان انا اقدر اشتغل عليه. هقدر اروح اخش على البرنامج تاني مرة اخرى تانية افتحه وافعله واشغله، هنا يديلي مساحة في الرامات يقدر يتعامل معاه. فبقول لك هنا تفقد الذاكرة الديناميكية محتواها بعد مدة قصيرة. لازم هنا ايه طالما انا البرنامج مش شغال عليه ومش مفعله اكتف معايا، بيبقى ايه الا اذا بقى ايه كنت فاتحهم بقى في نفس الوقت وشغال على ده وشغال على ده وبرجع من ده وبنتقل من برنامج لبرنامج ومفعلهم كلهم في نفس الوقت، بس الذاكرة عندي بتاعتي ايه مساحتها صغيرة مش قادرة تستوعب البرامج دي كلها، فبيحصل ممكن عندي هنا ايه هانج بقى لو انا مشغل البرامج دي كلها في نفس الوقت. ففي الحالة دي بحتاج ايه يا شباب، ان يبقى عندي ازود ساعة الرامات. لكن لو انا عندي فتحت برنامج وسبته ورحت فتحت برنامج تاني وشغلت عليه، البرنامج التاني بتلاقيه ايه فرغ لي بقى الذاكره، اجي افتحه يحمل معايا ببطء لو انتوا تفتكروا الاجهزه القديمه كانه لسه بفتحه، يقوم جاي مالي الذاكره تاني ويقدر يشتغل معايا. لكن المشكله اللي بتحصل معايا لو انا شغال بالتوازي 4 أو 3 برامج وبنتقل منهم الت مع تاب كده، بنتقل من برنامج لبرنامج بالتوازي وكلهم هيشغلوا الذاكره في نفس الوقت، فبيحصل لي هنا بقى ان كلهم فعالين، انا بعمل عمليه ريفريشنج، كل البرامج معايا فعاله وشغاله، فهنا الرامات مش قادره تستوعب. لكن هو في العادي ان طالما في برنامج شغال والبرامج الاخرى مش شغاله، خلاص بيقوم جاي مفرغ المساحه بتاعته لغايه لما اشتغل عليه ويبدا ايه يشغل هذه المساحات مره اخرى. نتكلم عن الروم ريد اونلي ميموري، دي القراءة فقط، ودي ذاكرات الطبيعة، طبيعة الميديا بتاعتها ان هي البيان، ان ريد اونلي ميموري هي ذاكرة للقراءة فقط. يعني ان البيانات اللي بالميديا بتاعتها لما بحط فيها الداتا بتفضل محتفظة بيها، سواء التيار الكهربائي موجود او غير موجود. يعني هنا سواء حتى لما نفصل التيار الكهربائي، الميديا بتاعتها بتفضل بتحتفظ بالبيانات خلاص. فهي ذاكرة تجري برمجتها الكتابة فيها مرة واحدة في المصنع عندنا، وتبقى محتفظة بمحتواها حتى في غياب التغذية الكهربائية عنها خلاص انتهى. ودي غالبا كانوا بيحطوا فيها ايه البايوز او البيانات الاساسيه لبدء تشغيل جهاز الحاسب. يعني لما تبقى ايه بنعرف مكونات الحاسب الالي بعضها البعض، لما بيجي نعرف المكونات كده يبقى التعليمات الاساسيه عشان نيجي نعرف الهاردوير بتاعتنا، فبنحطها بتبقى موجوده اول ما الجهاز بتاعنا بيبدا يشتغل. بنشوف شاشه سمراء كده اول ما بيعرف المكونات اللي موجوده عندي في الروم في البايوز بتاعي، بيقوم جاي ويلاقي المكونات سليمه يبدا يخش على السيستم ويحمل السيستم بتاعي. طب انا لما دخل كده ولقى في عندي مشكله في البايوز بتاعتي او في الهاردوير بيعمل تشيك، لقى في مشكله، ما بيبداش يخش لي بقى هنا ايه على السيستم، فبيديني ايرور بقى وما يكملش معايا. لا حاجه الى احتوائها على مدخل تحكم في القراءه والكتابه، ما فيش عندي هنا ايه تحكم في عمليات القراءه الريد والرايت بتاعتي، فعندنا دي ما فيش مشكله فيها.
ذات وصول عشوائي إلى أي موقع فيها، ممكن نوصل لأي موقع داخل الذاكرة فيها في أي مكان. وممكن إيه، طبعا هي في البدايات، في بدايات تصنيع الروم كانت بتبقى إحنا بنقدر نعملها هنا إيه، تجري برمجتها مرة واحدة. الروم دلوقتي بقى فيها عدة أنواع وأشكال منها، من الروم دلوقتي هنستعرضها مع بعض. فكانت بتجري برمجتها طبعا دي أنا عايز إيه، أحط فيها البيانات الأساسية اللازمة لبدء إيه، تشغيل جهاز الحاسب الآلي. فكان الأول الشركة بتحطها لي وبيبقى موجودة في جهاز الحاسب الآلي وخلاص. لكن دلوقتي مع التطور السريع في أنظمة التشغيل والسوفت وير اللي موجودة، بنحتاج ان احنا نعمل عملية ايه، ابديتنج للبايوس بتاعتنا. فانت دلوقتي ممكن بتخش على الانترنت وبتحط سوفت وير ويندوز جديد، فعايز تعرف المكونات بتاعتك على الويندوز الجديد، فبتخش على موقع الشركة وتنزل ابديت في الروم بتاعتنا دي، تحدث يعني يمكن الكتابة عليها مرات عديدة، يمكن الكتابة عليها مرات عديدة. كان في الأول الروم يقول لك ريد اونلي ميموري، كنا الشركة المصنعة كانت تحط الداتا عليها مرة واحدة وخلاص. نشوف الأشكال المتنوعة منها، هنوضحها لكم دلوقتي. فبقول لك هناك ذاكرات قراءة فقط يمكن برمجتها مرة واحدة لدى المستخدم، تسمى روم. فبقول وفي هنا ايه، ولما نيجي نقول بقى اختصارا بروجرام ايبل بي روم، وتحتاج الى اداة خاصة لبرمجتها، دي بنقولها عليها هنا كده ايه. اول ما دي هنا عندنا اول النوع بتاعنا البروجرام ايبل اللي هي ديت الاختصار بتاعها بي روم. اول ما بنيجي بتجيلي بالشكل البي روم ده، اول ما انا بقوم جاي مبرمجها بروجرام ايبل قابلة للبرمجة، لسه ما برمجتش فيها، وبرمج فيها تتحول للشكل روم معايا، وتبقى موجود معايا تولز اداه خاصه لعمليه الكتابه عليها. وغالبا بيتم بحاجات الاشعه فوق البنفسجيه، بيديني تيار بقدر من خلاله ابرمج الميديا بتاعتها واحط التعليمات الاساسيه الموجوده. ظهر بقى تطوير ليها اللي هي بقى موجوده عندي هنا ايه، الريز ايبل بقى، ان انا عندي عمليه مسح، انا عندي بروجرام ايبل اللي هي موجوده قابله للبرمجه. لا ده انا عندي بقى في عملية الاريز بقى، ان انا اقدر اعمل ايه، اعيد البرمجة مرة ومرتين وثلاثة، مش مرة واحدة فقط. انا كان عندي في البروجرام ايبل ديت في الروم ممكن ابرمج الروم بتاعتي مرة واحدة فقط وتبقى تتحول لروم خلاص، ومع غير قابلة للتعديل فيها. وهناك ايضا ذاكرات قراءة فقط يمكن محو محتواها واعادة برمجتها عدد كبير من المرات لدى المستخدم، بتسمى هنا ايه، اريز ايبل بروجرام ايبل روم عندنا، او اختصارا الاختصار بتاعها بيبقى عندي ايه، الاي بي روم، بنقدر نسميها بالاختصار ده يا شباب، اي بي روم. فممكن لما نيجي نقول لك الفرق بين الاي بي روم والبي روم، دي كلها اسئله ممكن نيجي نجيبها ليكم، وتحتاج الى اداه خاصه لمحو محتواها وبرمجتها. ودي طبعا احنا بنستخدمها في ايه، لحفظ المعلومات الهامة، معلومات البرامج او حفظ اعدادات البايوس زي ما احنا قلنا. وعندنا دايما دي المعلومات اللي موجودة فيها ثابتة على طول، ما بتتغيرش الا اذا انا غيرتها او المبرمجين الخاصين بالشركة عملوا على تغييرها. طبعا احنا زي ما قلنا لكم ان المحو بتاعها بيستخدم هنا، يجري المحو باستخدام الاشعة فوق البنفسجية. عندي بعد كده في ذاكرات قراءة فقط يمكن إعادة برمجتها كهربائيا، عندي هنا بتبقى موجودة على نفس الدارة الكهربائية الموضوع ضمنها خلال العمل. عندي هنا دي الاختصار بتاعها عندي، بيقول لك electrically read only memory، اللي هي بتبقى electrically هنا program able read only memory. دي من خلالها بيمكن تغيير جزء محدود من الرقاقة دون، يعني ممكن هنا ممكن من خلالها ممكن أي جزء من البيانات ممكن أقدر أعدل فيه دون محو البيانات كلها، يعني من غير ما أغير في البيانات كلها. وطبعا تغيير هنا المحتويات بتاعتنا هنا بيعتمد فيه على التيار الكهربائي، ما بيحتاج ما عادش بيحتاج بقى ايه لادوات خاصه او اجهزه، ما عاد زي الاول كنا بنحتاج الاجهزه بتاعت الاشعه فوق البنفسجيه.
وهنا ممكن كل اللي بنحتاجه بيبقى عندنا موجود عندنا ايه، برنامج بيتحكم في المجال الكهربائي. يعني هو كل اللي انا بحتاجه ما عدتش زي الاول، كنت انا بعتمد على الاشعه فوق البنفسجيه عشان اقدر اغير في الداتا واعدل فيها. لا، انا كل اللي محتاجه هنا برنامج او سوفت وير بيتحكم في المجال الكهربائي للخليه، بحيث ان هو بيقوم بشحنها او تفريغها حسب الطلب. انا عندي كل الداتا اللي انا بقدر اتعامل معاها كلها عباره عن ايه؟ تيار كهربائي، سيجنال 01، الداتا اللي كلها اللي داخله عندي. فانا في برنامج عندي بيبقى موجود من خلاله بيتحكم في المجال الكهربائي للخليه، بحيث ان هو ايه؟ بيقوم بالشحن والتفريغ بتاع الروم نفسها. فهنا بيعتمد كله على عمليات التيار الكهربائي. فبنقدر هنا نسميها هنا ايه؟ اي بي روم. فنقدر نقول هنا اكشلي ريز ايبل بروجرام ايبل ريد اونلي ميموري. ودي هنا كلها هنا ده طبعا دي اللي موجوده حاليا، وما عادش الاريز بروجرام ريز ايبل بروجرام ايبل روم دي ما عادش موجوده، بقى بنعتمد على التيار الكهربائي الاي اي بي روم. دي هي حاليا اللي موجوده في جميع الاجهزه الحديثه اللي احنا شغالين عليها حاليا. في بقى الذاكرات الوامضة الفلاش. الفلاش بتاعتنا اي بي روم، ودي عندنا هنا دي نوع مميز من الاي بي روم. يعني هي تعتبر جزء من الحاجات الكهربائية، من الفلاشات اللي هي بتعتمد على التيار الكهربائي في إعادة البيانات. يعني لما نيجي نقول على الفلاش، دي جزء ومميز جدا من انواع الذاكره الخاصه بالاي اي بي روم. ودي عندنا الفلاش ديت بتستخدم ذاكره من النوع، فاكرين انتوا الدوائر يا شباب اللي كنا خدناها في سنه اولى اللي هي اند واور والكلام ده كله، دي بتستخدم الفلاشه الفلاش ديت نوع الدوائر من نوع ايه، ان اند او نوت اند او بيسميها ناند. لكن الاي اي بي روم بتستخدم النوع ايه، الدايره نور. فده يعتبر ده الفرق بين الاثنين. الفلاش لما بنيجي نعتمد عليها دي بتعمل عمليه المسح بالكتله، بتعتمد على المسح بالكتله. لكن الاي اي بي روم بتعتمد هنا على المسح بعمليات البايت. لما بتيجي تمسح التيار الكهربائي يشتغل، بيشتغل على البايت نفسه. هنا بيتم اعاده كتابه الفلاش باستمرار، لكن هنا في الاي اي بي روم دي نادرا، يعني مره او اخرى لما بنيجي نعمل عمليات تحديثات بتنزل من الشركه المصنعه على النت، فبنقدر ايه نحدثها من على النت. يعني مش عمليه باستمرار ان احنا نقدر نعدل او نعمل فيها كل شويه كتابات كتيره يعني. لكن الفلاشات زي ما احنا دي النوع المستخدم حاليا، الفلاشات اللي بتبقى موجوده والاسم بتاعها اللي بقى موجود معانا منتشر، وبتنفذ من خلال منافذ اليو اس بي اللي هي الفلاشات بتاعتنا دي، لان هي بتحتفظ. الروم احنا قلنا ايه الميزه بتاعتها، ان هي بتحتفظ بالبيانات بغض النظر بقى عن الميديا بتاعتها، بتحتفظ بالبيانات سواء متصله بالتيار الكهربائي او مش متصله بالتيار الكهربائي. فلما ظهرت الفلاشات بتاعتنا ديت بمجرد ان انا بوصلها بالحاسب الالي، بقدر احفظ الداتا بتاعتي كتل كبيره من البيانات، وبعد كده اقدر اشيلها وامسحها واعدل فيها. فبنستخدم الفلاشات ديت عند لما انا اكون محتاج ان انا احفظ بيانات كبيره. لكن الاي اي بي روم ديت الداتا بتاعتها بتبقى حاجات بسيطه وبتبقى موجوده